اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبه طلبات الثانويه العامه وحلقه جديده من تاريخ الثانويه العامه مع وزاره الشباب والرياضه وزاره التربيه والتعليم والقوافل التعليميه على التاثير بنا نحو الجامعه باذن الله. استكمالا للفصل الخامس كنا قد شرحنا عن دور انجلترا في احتلال جنوب وشرق شبه الجزيره العربيه حفاظا على مستعمراتها في الهند. يبقى لو جالي السؤال لماذا قامت انجلترا باحتلال جنوب وشرق شبه الجزيره العربيه حفاظا على، يبقى مستعمراتها فين؟ في الهند. ده في شويه تفصيلات. هتحتل جزيره بريم لما جت الحمله الفرنسيه، هتاخد ميناء عدن لما ظهر محمد علي في الخليج العربي، هتاخد الخليج العربي نفسه في معاهدات صلح وحمايه لما ظهر محمد علي في الخليج العربي. انما لو جالي سؤال عن الجزائر وربطها بفلسطين وقال ايه وجه الشبه بين الجزائر وفلسطين في الاحتلال الفرنسي والانجليزي للبلدين، هنقول هو قيام بلدين بتهجير اليهود من كل انحاء العالم الى الجزائر على ايد فرنسا والى فلسطين عن طريق انجلترا. ودي الوجه الشبه المشترك بين السياسه الفرنسيه في الجزائر وانجلترا في فلسطين. بعد كده بنشوف ليه الجزائر انقلبت العلاقات الودية الى علاقات عدائية، لان الجزائر كانت بتمد فرنسا بالقمح وفجأة ارادت فرنسا احتلال الجزائر. يبقى عندما كانت فرنسا محاصرة بعد قيام الثورة الفرنسية كانت الجزائر خير عون لها بامدادها بالقمح بلا مقابل، وهي ديون تدفع على فترات بعيدة. كان رد الجميل ده من الفرنسيين هو احتلال الجزائر بحجة ان في اشتباك بينهم وبين سفن البابا، وبتقوم فرنسا باحتلال الجزائر لمدة 132 سنة. طب السؤال يجي لي ازاي هنا؟ هيقول لك لماذا عقدت فرنسا معاهدة التفنة وديميشيل مع عبد القادر الجزائري؟ يعني هي لو تقدر تهزم عبد القادر كانت عملت معاه معاهدات؟ لا طبعا. يبقى قامت فرنسا نتيجة لضعف فرنسا أو عجزها عن هزيمة عبد القادر قامت بنقط، هنقول عقد معاهدة ديميشيل ومعاهدة تفنة. طب إيه تاني؟ ماذا فعلت الجزائر في فرنسا؟ استيطانيا شجعت اليهود على الهجرة للجزائر، وشجعت الفرنسيين والأوروبيين، وعملت الجزائريين كمواطنين من الدرجة الثانية. تمام؟ عملت الجزائريين كمواطنين من الدرجة الثانية. اقتصاديا شجعت زراعة الكروم واستولت على الثروات الجزائرية ومدت خطوط سكة حديد لتكون الجزائر موردا هاما من موارد الخزانة الفرنسية. طب رد الفعل الجزائري الأمير عبد القادر والأمير خالد ابن عبد القادر. عبد القادر خد عاصمة له اسمها بسكرة، اتخذ مدينة ايه عاصمة له؟ بسكرة. طيب وهزم فرنسا وعقد معاها معاهدتين، دي ميشيل ومعاهدة اسمها تافنة. طب ولما سقطت منه قسنطينة وهاجر إلى المغرب وفر إلى المغرب لكي يواصل الكفاح من هناك، راحت فرنسا اضطرت سلطان المغرب أنه يتخلى عن عبد القادر لما ضربت له ميناء طنجة. يجي لك ميناء طنجة في المدافع في الامتحان، أو يجي لك السبب المباشر لهزيمة الأمير عبد القادر هو تخلي سلطان مراكش أو المغرب عنهم. طيب الامير خالد بن عبد القادر يربطه لي بسعد زغلول. خالد بن عبد القادر طلب من فرنسا السماح له بالسفر لمؤتمر صلح باريس لعرض قضيه الجزائر على المؤتمر والاستفاده من مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون، ولكن فرنسا رفضت. نفس القصه هنا في مصر، الزعيم سعد زغلول بيطلب السفر لمؤتمر صلح باريس وبترفض انجلترا وتوافق بعد الضغط الشعب الكبير في ثوره 19. ده وجه شبه بين مصر والجزائر في أعقاب الحرب العالمية الأولى أو النصف الأول من القرن العشرين. هيجي لك كده سؤال، فاهم؟ تشابهت مصر والجزائر في النصف الأول من القرن العشرين، أو وجه شبه مصر والجزائر بقى في أعقاب الحرب العالمية الأولى. أقول له طلب زعماء الدولتين السفر إلى مؤتمر الصلح باريس لعرض قضية بلادهم على مؤتمر الصلح. بعد كده بنوصل إلى الكفاح من فترة ما بين الحربين. في ثلاث جماعات ظهروا، جماعة اسمها علماء الجزائر، جماعة اسمها نجمة شمال أفريقيا، جماعة اسمها الاندماج. يعني إيه جماعة؟ الحزب السياسي.
جماعه علماء المسلمين علماء الجزائر ونجمه شمال افريقيا طلبت باستقلال الجزائر عن فرنسا. اما الاندماج فدي خلي بالك منها قوي بتاعه واحد اسمه عباس فرحات وده مثقف وانا بخاف المثقفين لما يخطئوا بيبقى اخطائهم كارثيه على البلاد. يعني هذا المثقف الجزائري بيدعو وبصوت جهوري ان فرنسا تستوعب الجزائر وتندمج الجزائر في فرنسا ويبقوا فرنسيين. فرنسا اللي فرنست الجزائر هتقول بيقول لها واحد من الجزائريين خدونا ونندمج معاكم ونبقى فرنسيين وترفض فرنسا. وشويه وتقوم ثوره في القاهره والثوره 23 يوليو ويجي رئيس اسمه جمال عبد الناصر بيعلن ثوره الجزائر من القاهره. يعني اعلنت الثوره الجزائريه منين؟ من القاهره. وامدتها مصر بالمال والسلاح والرجال والاعلام. يبقى لماذا شاركت فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر ردا على قيام مصر بمساعده ثوره الجزائر؟ حتى ان جيموليه رئيس وزراء الجزائر بيقول ان الطريق الى الجزائر يبدا من القاهره، يعني اقضوا على القاهره الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الجزائر. طيب بعد كده بيجي واحد اسمه شارل ديجول بيحكم فرنسا وبيقدم للجزائريين ثلاث حلول، اما الاندماج مع فرنسا او الارتباط بفرنسا او الاستقلال عن فرنسا. فبيختار الجزائريون الاستقلال في اتفاقية اسمها إيفيان 1962. تونس فيها ثلاث اسئلة: مؤتمر برلين، وجه الشبه مع مصر، فرنسا تونس. مؤتمر برلين ده كانت فرنسا وايطاليا بيتصارعوا مين يحتل تونس لانها قريبه من الاثنين، وفرنسا عايزه تعمل امبراطوريه في شمال افريقيا وبالتالي صدمت بالاطماع الايطاليه. اوروبا فيها مشكله، في نفس الوقت روسيا استغلت الموقف وبتهزم الدوله العثمانيه وتعمل معاهده اسمها سان ستيفانو وبتذل الدوله العثمانيه فيها وتستولي على المضايق وبتعمل دوله اسمها بلغاريا بتديها مساحات كبيره كمخلب قط لروسيا ضد الدوله الايه؟ العثمانيه. يبقى كده اوروبا فيها مشكله. اوروبا عندها رجل اسمه الرجل المريض اللي هي الدوله العثمانيه الذي يرجى وفاته لاقتسام املاكه. اوروبا عاوزه تورث كل املاك الدوله العثمانيه، تقوم جايه روسيا عايزه تاخدها لوحدها. لا نقعد نتفق، ما تخليش بالتوازن الدولي يا روسيا. المانيا تدعو لمؤتمر اسمه برلين. مؤتمر ايه؟ برلين. دعت اليه المانيا لحل مشكلات اوروبا. قعدوا قسمونا على بعض، انجلترا تاخد قبرص، فرنسا تاخد تونس، وخرجت ايطاليا غاضبه. يبقى كيف حافظ مؤتمر برلين على الاطماع الفرنسيه؟ هنقول عندما وافق لفرنسا باحتلال تونس. طيب هل نجحت فرنسا في فرنسه تونس كما نجحت في الجزائر؟ لا، فشلت لتمسك تونس باللغه العربيه وفكره الجامعه الاسلاميه اللي نادى ليها الشيخ جمال الدين الافغاني. ده الى جانب كفاح الاحزاب التونسيه مع الزعيم الحبيب بورقيبه اللي جمع بين الثقافتين العربيه والفرنسيه. طيب بعد كده في المغرب. المغرب بس قبل ما نسيب تونس في حته صغيره اللي هي اخر قاعده جلت عنها فرنسا، يعني خرجت 56 لكن فضلت متلكئه في قاعده بحريه حربيه اسمها بنزرت. خرجت من بنزرت 1963. فرنسا دي ما تخرجش الا بطلوع الروح، يعني مش اي دوله، هي اسوأ استعمار اوروبي على الاطلاق في افريقيا بعد بلجيكا طبعا في الكونغو، لكن هي فرنسا صعبه جدا. تعال نشوف فرنسا ازاي خدت المغرب برضه بمؤتمر. المغرب في معركه كده الاول خلي بالكم منها في الاول 1578 في ملك مغربي اسمه المنصور السعدي. المنصور السعدي هزم اكبر دولتين في عصره، دوله اسمها اسبانيا ودوله اسمها البرتغال. اسبانيا وايه؟ والبرتغال. اسبانيا والبرتغال دول هجموا المغرب في معركه اسمها وادي المخازن، ويستطيع المنصور السعدي ان يهزم اكبر دولتين في اوروبا انذاك. يبقى انتصر المنصور السعدي على اسبانيا والبرتغال في معركه وادي المخازن. هيجي لك حاجه من الثلاث معلومات دول في الامتحان. يعني المعركه كان اسمها ايه؟ اللي انتصر كان اسمه ايه؟ انتصر على مين؟ طب ما زالت اسبانيا حتى اللحظه اللي بكلمكم فيها بتحتل مدينتين افريقيتين مغربيتين هي سبته وايه؟ ومليل. طيب
بالنسبه لفرنسا عايزه المغرب، واسبانيا ليها عايزه برضو قسم من المغرب، والمانيا انا اللي هاخد المغرب، المانيا ما لهاش مستعمرات اصلا. فالصراع بين فرنسا والمانيا على المغرب. ففرنسا عملت صفقات استعماريه، بمعنى تعالي يا انجلترا هتغاضى عن وجودك في مصر، وانت توافقي لو في مؤتمر ولا حاجه ولا اي قمه ان انا اخد المغرب. تعالي يا ايطاليا هسيب لك ليبيا، كنت زعلان على تونس. تضع توافق فرنسا على احتلال ايطاليا لليبيا مقابل موافقه ايطاليا على احتلال فرنسا للمغرب. تعالي يا اسبانيا هوافق انك تاخد الريف المغربي مقابل انك تسيبي لي باقي المغرب. مين قلقت؟ مين انزعجت من تصرفات وتحركات فرنسا المريبه؟ المانيا. فتيجي المانيا تدعو لعقد مؤتمر اسمه مؤتمر الجزيره. مؤتمر الجزيره 1906 انعقد في اسبانيا لمناقشه المشكله المراكشيه المغربيه. طبعا كل الدول موافقه لفرنسا. اول ما قعدوا جميع الدول وافقت لفرنسا على احتلال المغرب ما عدا نمسا حليفه المانيا. كده فرنسا خرجت من المؤتمر معاها موافقه انها تاخد المغرب. وفعلا في 1907 بعدها بحاجه بسيطه بتاخد اقليمين على الحدود، هي قاعده في الجزائر، خدت اقليمين على الحدود كوليمب وبيشاور. بيشاور مجرد ما سلطان المغرب جاي يدافع عنهم زعلت قوي فرنسا وعزلته من منصبه اللي هو مولاي عبد العزيز، وعينت مولاي عبد الحفيظ. وبكده بصت سيطرتها على المغرب وادت الريف لاسبانيا. انجلترا قالت لا، طنجه ما حدش ياخدها، دي مدخل البحر المتوسط، طريقي المستعمراتي في الهند. يبقى اصرت بريطانيا هي انجلترا على ان تكون طنجه اداره دوليه تشارك فيها جميع الدول. ليه؟ لانها مدخل البحر المتوسط. هيسيب لك ده كله يقول لك مين الدوله اللي اصرت على ان تكون طنجه اداره دوليه؟ هقول له انجلترا. طيب بعد كده المانيا تسكت؟ لا، المانيا ممكن تحط فرنسا على اسبانيا وتهزمهم في اي وقت. حتى الان مارد اوروبا هي المانيا. المانيا بعتت سفينه حربيه طرادا بحريا الى ميناء اغادير المغربي تهديدا لكل من اسبانيا وفرنسا. مش انتوا احتلتوا المغرب؟ طب انا هضربكم انتوا الاثنين. ففرنسا دوله استعماريه ماكره على طول تفهم لغه المصالح. راحت متنازله لالمانيا عن جزء من مستعمره الكونغو الفرنسيه، ف رضخت المانيا وتنازلت عن المغرب، وبقى المغرب مستعمره وتحت الحمايه الفرنسيه الاسبانيه. الاسبانيه في الريف والفرنسيه في المغرب. في سؤالين بس. يبقى اول سؤال اهم حاجه في المغرب معركه وادي المخازن ومؤتمر الجزيره، يليه الكفاح المغربي على طول. الكفاح المغربي بعد حادث اغادير في امير اسمه عبد الكريم الخطابي وسلطان محمد الخامس. الامير عبد الكريم الخطابي ظهر في منطقه الريف، يبقى حارب مين؟ برافو، اسبانيا. يبقى الامير محمد عبد الكريم الخطابي حارب اسبانيا وهزمها وكاد ان يخرجها من المغرب لولا تحالفها مع فرنسا. الدولتين اتحالفوا ضده وبيخرجوه من المغرب. طب السلطان محمد الخامس ده اتفق مع فرنسا في الحرب العالميه الثانيه هنساعدك يا فرنسا وتديني الاستقلال بعد الحرب. كعادتها دائما بتنقلب فرنسا على وعودها ولا تفي بها، وتقبض على السلطان محمد الخامس وتنفيه مع ازواجه واولاده الى الهند. بقى المغرب بلا زعيم، والمغرب دوله فيها انقسام طائفي بين العرب والبربر. العرب بيتكلموا اللغه العربيه ولونهم مختلف عن البربر، شكل اوروبا بالظبط، وبيتكلموا لغه تانية. فحبت تعمل وقيعه وصراع طائفي بين العرب والبربر، ولكن زعيم البربر كان رجل وكان زعيم على مستوى المسؤوليه بيعلن تأييده للسلطان محمد الخامس في الهند المنفي. يبقى حابب تعمل وقيعه من العرب والبربر. زي مين ما عملت في مصر وحابب تعمل وقيعه من المسلمين والاقباط والاثنين فشلوا في فرنسا في المغرب وانجلترا في مصر. انجلترا كانت عايزه تعمل وقيعه في ثوره 19 بين المسلمين والاقباط، ولكن تعانق الهلال مع الصليب واغتاظ الاحتلال وخرج مدحورا بعد ذلك. بالنسبه للمغرب اول ما الجلاوي اعلن تأييده للسلطان محمد الخامس في الهند، وزعيم تاني اسمه علال الفاسي كان في القاهره اعلن انضمامه لجبهه المغرب. فرنسا مشغوله جدا بالجزائر فتترك المغرب
ويستقل المغرب بعودة السلطان محمد الخامس، وتخرج أسبانيا وفرنسا ويستقل المغرب. بقي لنا في الفصل الخامس ليبيا الشقيقة، الجارة العزيزة اللي على حدود مصر الغربية. دولة ليبيا لم تكن مطمعها للاستعمار قط، ما فيها ثروات، وكبيرة المساحة قليلة الموارد، يعني هو الشريط الساحلي بس للعيش والزراعة. طب مين اللي هتطمع في ليبيا؟ اللي في وش ليبيا المواجهة لليبيا البحر المتوسط، هنا ليبيا في أفريقيا ولها إيطاليا في أوروبا، وإيطاليا ملهاش مستعمرات وتوحدت. يبقى لماذا طمعت إيطاليا في احتلال ليبيا رغم افتقار ليبيا للمغريات الاستعمارية؟ أقول له ليه؟ أقول له بسبب أول حاجة مواجهة السواحل الإيطالية للسواحل الليبية. كانت ليبيا هي المكان المتبقي في شمال أفريقيا. حفظ كرامة إيطاليا الدولية، يعني إيطاليا عايزة تحفظ كرامتها قدام الدول، إن أنا عندي مستعمرات وبظلم برضو، أنا دولة زيكم كبيرة. حفظ كرامة إيطاليا الاستعمارية، ثغره نفاذ للدخول لقارة أفريقيا رأس حربة. الدول الاستعمارية موافقة لإيطاليا إنها تحتل ليبيا، تواطؤ، تآمر، ظلم دولي. يعني عندك روسيا موافقة لإيطاليا إنها تحتل ليبيا، وأنا هاخد المضايق، سيب لي دي وسيب لك دي، وفرنسا هاخد المغرب وسيب لك ليبيا. الاثنين موافقين لإيطاليا إنها تحتل ليبيا. طيب ابدأي بقى إيطاليا، هو في دولة بتخش كده تروح محتلة دولة؟ بتمهد. راحت عاملة بنك إيطالي في روما، بنك روما في طرابلس، ماشي، ومدارس تبشيرية ومستشفيات وخطوط سكة حديد. بقى في إيطاليين في ليبيا تمهيدا إني جاي أدافع عن مصالح أحتل ليبيا. طب ليبيا ولاية إيه؟ برافو على اللي قال، ولاية عثمانية. طب الدولة العثمانية قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة، بس برضه استنى أما تكون مشغولة شوية. إيطاليا بتقول كده، والسياسة بتقول كده، والعقل بيقول كده. فانتظرت إيطاليا حتى قامت حرب بين الدولة العثمانية وكذا دولة أوروبية. مين مشغولة؟ الدولة العثمانية. مين مش هتقدر تدافع عن ليبيا؟ الدولة العثمانية. فرصتك يا إيطاليا. تعلن إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، بس مش تروح بقى تضربها في الدولة العثمانية، لا، تضربها في ليبيا، وأنزلت قوتها على الساحل الليبي. تيجي الدولة العثمانية عشان تدافع عن ليبيا تقف لها عند جزر اسمها الدوديكانيز، مش هتعدي. طب الدولة العثمانية تيجي من مصر عشان تدافع عن ليبيا، تروح انجلترا تقول لا مفيش مكان، مش هتعدي من هنا، مع ان قانون دافرين الاساسي بيقول ان الدولة العثمانية دي سلطة شرعية في مصر، لا نخالف القانون الاساسي ومش هتعدي يا دولة العثمانية من ايه؟ من مصر تدافع عن ليبيا. يبقى لماذا فشلت الدولة العثمانية في الدفاع عن ليبيا؟ هنقول بسبب رفض انجلترا السماح لها بعبور مصر للدفاع عن ليبيا، رفض انجلترا. بعد كده الشعب الليبي بيدافع، العشائر برضو مش قد ايطاليا، فبيروح برضو متطوعين من مصر بقيادة واحد اسمه عزيز المصري، وبيدافعوا عن ليبيا حتى سقطت في يد ايطاليا واصبحت جزء من الاراضي الايطالية حسب الزعم الايطالي. يبقى هل تخلت مصر عن ليبيا عند احتلالها 1912؟ لا، هنقول خرج الاف المتطوعين بقيادة عزيز المصري ودفعوا عن ليبيا حتى تنازلت عنها الدولة العثمانية. الايطاليين على الفور زيهم زي الاوروبيين كلهم قالوا ما فيش حاجة اسمها ليبيا، دي جزء من الاراضي الايطالية، وبدأوا معاملة سيئة جدا للليبيين اللي مش هيسكتوا. الليبيين دليل ان ايطاليا ما كانتش مسيطرة على ليبيا كلها، لو قال لك احد الادلة من البراهين التي تؤكد عدم ايطاليا على السيطرة على كل ليبيا، هنقول قيام الليبيين بمبايعة امير اسمه محمد بن ادريس السنوسي، بايعوه يبقى امير على برقة وطرابلس وحارب لنا الاحتلال الايطالي. الله، هي لو ايطاليا ماسكة ليبيا كلها كان يقدر الليبيين ينتخبوا واحد زعيم ليهم عشان يحارب ايطاليا؟ استحالة. يبقى ده دليل ضعف الاحتلال الايطالي فين؟ في ليبيا. ادريس السنوسي كان وطني قوي وعروبي قوي، بدل ما يحارب الايطاليين في ليبيا هيهاجم حدود مصر الغربية عشان يزعج انجلترا وتخرج من مصر ويفشل، ويجي عمر المختار الزعيم الكبير اللي بيهاجم الاحتلال الايطالي بضراوة، ويجي زعيم اسمه موسوليني فاشي، فاشي يعني ايطالي عنصري، ويبعت قائد ايطالي ينجح في القبض على عمر المختار ويعدمه امام اهل بلدته. تمام، القائد ده اسمه جرازياني.
ادخلوا على فيديو كده على اليوتيوب هتلاقوا اعدام عمر المختار، اتفرجوا عليه وشوفوا ازاي جرازياني بيقدم التحية للقائد عمر المختار بعد ما اعدمه، بيحترمه، عارف انه كان بيدافع عن بلده، عارف انه زعيم وطني حر. وبموت عمر المختار يذكرنا باهالي قرية دونشواي اللي برضو اعدموا امام ابنائهم، ودي برضو بيوري لك ان ده سياسة استعمارية أوروبية في كل البلاد العربية، هو التنكيل بالخصوم لإرهاب الشعوب. يجي بعد كده تهزم إيطاليا إن ربك اللي بالمرصاد في الحرب العالمية الثانية، تيجي إنجلترا وفرنسا اللي هزموا إيطاليا يقولوا هنقسم ليبيا على بعض، نورث إيطاليا وناخد ليبيا، ترفض مصر المحتلة ساعتها وتستقل ليبيا 1951. كده يبقى انتهينا من مراجعة الفصل الخامس، على وعد بلقاء آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.